ما يقع الآن، دستور يخطوه لجان تقنية هكذا. دستور يعني لو عدنا إلى دستور 2014 للاحظنا أن هذا الدستور أخذ وقتا طويلا وكافيا من أجل صياغته، وتكون وهذه الصياغات بالرغم من أنها صيغت وناقشت في كل المستويات، ولكننا وجدنا بعض النقاط التي احتلها المنقلب ذاته وأراد أن يغير وضع البلاد إلى وضع سيء جدا. وبالتالي يعني إذا كان دستور شرعي ووجدنا هذه المشكلات، فما بالك بلجنة تقنية ليست لها أي شرعية وليست لها يعني أي مصداقية حتى تصيغ لنا دستورا؟ يعني هي دساتير يعني لها يعني مساندة كبيرة. لاحظ في دستور 2014 202 عضو من مجموع 217 عضو، أعتقد 200، أغلبية كبيرة جدا لا توصف. وكان الفرقاء السياسيون يقبلون بعضهم بعض لأنهم صاغوا دستور بهذا المستوى، وفعلا دستور 2014 هو يعتبر من الدساتير المتقدمة جدا والمتطورة. يعني نأتي الآن إلى أننا ننقلب عليه ونقصيه ونلغيه ونكون لجنة لا معنى لها، سمحني، لا قيمة لها، لا وزن لها، ولا اعتراف بها من أي طرف كان. يعني هي مجموعة كانت عرابين للثورة المضادة منذ السنوات من 2012 و2013 و2014 وغيرهم، وكانوا دائما لا يجتمعون إلا للتنظير لإفساد هذه الثورة وإبطالها. على كل تقصد العميد العميد غير كل الذين شاركوا في نقاشات قانونية وكانت تدعم الثورة المضادة مهما كان هم معنيون بهذا الكلام الذي أقوله أنا الآن. وبالتالي لجنة فنية تقنية ماذا ستقدم؟ ستقدم لنا نسخة من دستور 1959، دستور الاستقلال، وهذه النسخة على هناتها. ما هي أهم شيء في هذا الدستور؟ يعني أساسا أننا نعود إلى نظام رئاسي، لأن هذه المشكلة متاع العباد، لأن مشكلة العباد تعلمت بدوزة متاع عنف، بدوزة معناها تعلموا أنك تقول وأنت حر يقول لك لا ما نحبش، تعلم أنه على أساس أنه لازم تعمل له رئيس يعني يجلده، يعني يجلده كما حصل لنا طيلة معناها 60 عام اللي فاتت. وبالتالي يعني هذا يعتبر دستور حسب هؤلاء متطور. هو سيد إبراهيم يعني سمحني دقيقة، هو إهانة للشعب التونسي، أنك يا شعب لا تريد دستورا، لا يجب أن ننجز لك دستورا ديمقراطيا في حرية. وشكون يحب يقول في العشر سنين هي ما ثماش فيها حرية؟ فيها حرية وفيها ديمقراطية وفيها كذا، صحيح ثم مشكلات اقتصادية وما تعالجتش بمعالجة جيدة وسليمة، ولكن من ناحية السياسية وهذا الدستور يريد أن يغير، يعني هذا الدستور المقترح يريد أن يغير الدستور 2014 الذي ينبني على توازن المؤسسات إلى دستور تكون فيه الغلبة والهيمنة والحسم لرئيس. هذا الرئيس ليس منزلا من السماء، والأنبياء نوقشوا في رسالاتهم السماوية، فما بالك بشخص يعني انا اعتقد ان تفضل ساعطيك الكلمه، فقط حاول انك تنظر الى الكاميرا في الوسط، نعرف انك في الوضعيه الصحيه ونشكرك على يعني تلبيه دعوتنا. فقط سيد ابراهيم هات نذكر بما دونه الاستاذ القانون الدستوري معطر في هذه النقطه بالذات، فقط نحاول نذكر انه راهو في ظرف شهر هاللجنه هذه، حتى اللجنه الاستشاريه القانونيه اللي يقودها العميد صادق بالعيد، راهو في ظرف شهر ترجع تعيد المشروع نتاعها، المسوده نتاعها، بما هو تحكي دستور 59، دستور 59 بقى من 56 59 ثلاث سنوات، صح ولا ثلاث سنوات؟ نعم صحيح. اي صحيح، اخذ وقتا طويلا ايضا. بمعنى هذا اذا كان في ظرف شهر مش يجيبوا له ناحمينهم وقتاش سي بالعيد يمشي يرقد ويفيق، وقتاش يمشي وقتاش يجي، يعني سويعات، هذا يشك ويعطي يزيد الشكوك حول انه راهو الدستور هذا جاهز.
فقط ربما أليس كذلك سيد إبراهيم؟ هو سامحني، هو دستور يصاغ من مجموعة ضئيلة جدا، ولو مهما كان هؤلاء، يعني في النهاية إما أن يكون أن هذا الدستور جاهز أو أنه نسخة مطابقة للأصل لدستور 59 مع بعض التعديلات البسيطة جدا، وبالتالي يعني أي معنى لصياغة نص قانوني نسموه في القانون الأساسي للدولة هو الدستور، هو القانون رقم واحد، يعني اللي نسير به كل المؤسسات بتاع الدولة، ونسير به المواطنين، ونسير به كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يعني دستور بلاد معناها نصيغوه في ظرف شهر أو في ظرف حتى أكثر من شهر، يعني هذا غير ممكن. يعني سامحني، في 2014 بس الوطني التأسيسي، ولا في 59 المجلس الوطني القومي التأسيسي، هي ما فيه مجموعات بالأساتذة، وفيه مجموعات من المفكرين، وفيه مجموعات من المناضلين وغيرهم، ولكن شوف الوقت اللي خذوه. معناها ومعروف أنه كلما كنا أكثر كنا أذكى. نحن إذا كان من نجيو نكتبوا في دستور كي نكتبوه 217 ما هواش هما ثلاثة أو أربعة من الناس، يعني هل سيكون ذكي وذكاء خارق للعادة؟ نعم. لهؤلاء حتى يضعوا لنا دستورا. يعني أنا نقول لك حاجة، أنا البلاد ما نناقشوش فيها نحن قضية دستور أو مش دستور. نقول لك حاجة، أهم شيء يجب يتناقش الآن وخطير جدا، أن هذا الانقلاب كل مرة يقلم مؤسسة من المؤسسات وهيكل من الهياكل، ولكن يجب أن نقف ضد استشارته الوطنية، والدليل أنها فشلت، وضد هذا الاستفتاء لأنه سيكون فاشل. ولكن إيش يقول رئيس الدولة في خطابه الأخير من بين الخطب الأخيرة؟ يقول سيهب الشعب ويدلي بكذا، والدليل أنه هو يتحدث على أنه ستكون هبة كبيرة، وستكون المواقف مساندة له. يقول لو كان سندتك العباد، رأي سندتك في هذه الاستشارة الإلكترونية، شكون اللي أثر عليهم وشكون اللي عنده؟ أنت عندك الإعلام، وأنت عندك السلطة، وأنت عندك الإدارة، ووظفت الإدارة في كل مجالاتها، وهذا ممنوع في القانون، لكن أنت جبت أقل من 5%. نعم سيد إبراهيم، نعم ناوي، سامحني، ناوي هذا باش يجيب في الاستفتاء يجيب اكثر من 5%. انا متاكد انه باش يجيب اقل من 5%، لكن الهيئه اللي حطها خلتنا احنا ما نشكوش في افراد معينين او كذا، اما نولي انا نخاف من كل هيئه معينه. يا اخي هيئه معينه مهما كانت نزاهتك، مهما كنت وكنت، انك باش تكون انت طائع لمن يامرك. وبالتالي نحن الذي يريد أن يذهب في أو يشارك في هذا الاستفتاء أو يشارك في الانتخابات أو غيرها، هو اعتراف بشرعية المنقلب. واضح سي إبراهيم. هذا ذكر سي إبراهيم دقيقة فقط، رجاء باختصار رجاء سي إبراهيم، شنو الفائدة نتاع أنك تقاوم عام كامل وانت تقاوم وتواجه وبعد تمشي باش تشارك معه؟ المشاركة هي خيانة، الخيانة للثورة، والخيانة لتوجه الشعب الذي يريد أن يكون حرا. نعم سي إبراهيم، حتى نذكر بما دونه الأستاذ القانون الدستوري سي دكتور الأستاذ معطر، يقول أنه هذا مرسوم فضيحة، وعمل برشا ملاحظات يمكن ترجع لتدوينة الأستاذ معطر. يقول أن سعيد ما زال يدوس على الدستور، ويقول غريب أنه لم يحدد أي فصل من الدستور استند عليه، ورغم يقول راهو معتمد على الدستور، وذلك لأنه لا وجود لأي مادة في الدستور تجيز لسعيد اتخاذ هكذا مرسوم يهدف إلى وضع دستور جديد كما سنراه. يقول إن المرسوم جديد يتحدث عن هيئة وطنية استشارية من أجل الجمهورية الجديدة، وصفها عرضية بالمستقلة، حال أنها ليست فقط معينة من طرف سعيد، بل هي مجرد أداة استشارية، وهذا أكد عليه راهو سعيد البارح في الكلمة، نقول راه اللجان استشارية، بمعنى هو عنده الصحيح وهم يستشيرون فقط. إذن استشارية لا سلطة تقريرية لها، وعندها مغزى القول بأنها راهي مش مستقلة، بالعكس بل مخادعة. يقول مهمة هذه الهيئة هي اقتراح مشروع دستور، هذا نذكر بالمرسوم الجديد، مشروع دستور على الرئيس، لكن هذا الدستور يجب أن يكون بالاعتماد على المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالأمر
117 مع نتائج الاستشاره الفاشله. يعني سعيد مره اخرى يقول راهو الدستور مش تبناه، راهو يرتكز على نتائج الاستشاره الالكترونيه. هي الناس تقول فاشله، تنشوفوا بعد قليل مواقف الناس وشوفوا هو ايش يبني عليه. به يقول من مهامها تقديم دراسات اقتصاديه واجتماعيه، وبناء على ذلك سيولي عندنا لجنتين في داخلها، لجنة قانونية وهي التي ستقوم بصياغة دستور جديد، يقع اقتراحها على رئيس الجمهورية وتتكون من عمداء كلية الحقوق بالبلاد، وبمعنى آخر فإن الدستور الجمهورية الجديدة سيكون بصياغة هؤلاء دون غيره من الأطراف الاجتماعية والسياسية. لكن به ديما حتى إذا كان عندهم حرية العمداء راهم مقيدين ديما بالأمر 117. ولجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومهمتها تقديم اقتراحات حول تطلعات الشعب حسب ما يقول مرسوم انطلاقا من إرادته في ديسمبر 10 2000، والاستشارة الوطنية. وهذه اللجنة تتكون من ممثل عن اتحاد الشغل، ممثل عن اتحاد العراف، ممثل عن اتحاد الفلاحين، ممثل عن اتحاد المرأة، وممثل عن رابطة حقوق الإنسان، ويرأس هذه اللجنة عميد المحامين. يقول أنه مرسوم في اللجنة الثالثة اسمها لجنة الحوار الوطني، وما أدراك بالحوار الوطني، لجنتين استشارتين انضموا تحتها كل هذوما. الغريب أنه يقول أنه ليس معقول أن الدساتير اللي هي في الأصل تمثل عقد اجتماعي وسياسي أعلى لا يمكن يعدها أطراف تقنية وتكنوقراط، بل هي الأصل فيها يتم فيه تشريك الأحزاب والمجتمع المدني. والغريب الغريب أنه حتى الأحزاب التي ساندت كما حركة الشعب وغيره راهو مستثنات من هذا سماه الحوار الوطني.